أما مرة واحدة أو أكثر، هو الأصل أنها مرة واحدة، لكن جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه لما يعني الكعبة يعني أصابها ما أصابها وكادت يعني أن يعني هدم جزء منها، فاستشار أصحابه هل نهدم الكعبة ونبنيها من جديد أو نرممها. ثم هناك من أشار بهدمها وهناك من أشار بترميمها، وممن أشار بعدم هدمها وترميمها فقط ابن عباس، قال بيت آمن عليه الناس دعهم وما كان عليه. وعبد الله بن الزبير كان يميل إلى الهدم وبناءها من جديد. ثم قال إني مستخير الله 3 أيام ثم ماض إلى أمري. فهل قصد 3 أيام يعني يستخير وينتظر 3 أيام أو يستخير 3 أيام كل يوم يستخير؟ الله أعلم. فإذا الإنسان لو كرر الاستخارة أكثر من مرة لا بأس إن شاء الله تعالى، ولو اكتفى بواحدة أيضا لا بأس.